مساء الخير ومساء الأنوار. في بلاد العجائب تواصل كرتنا الليبية تحطيم الأرقام الغريبة، 60 يوما ودورينا متوقف، وستة أشهر لعبت خلالها الفرق 13 مباراة. انقضى الصيف الأول ودخلنا الصيف الثاني، ولجنة المسابقات أوصلت البطولة إلى مراحل حرجة. مرحلة التتويج مجهولة المكان والزمان، أندية متمردة تقودها إدارات كرتونية، جماهير متعصبة شعارها السب والشتم وتتحمل جزءا كبيرا من الإخفاق، فرق لا تريد الخسارة وأخرى لا تريد الهبوط، وكبار القوم إما بطولة أو تتويج أو دمار وخراب، وبين هذا وذاك دولة تركت الرياضة تواجه مصيرها، وصناع القرار في صمت مريب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في العدد الجديد من برنامج في التسعين وفيه نناقش. دورينا المسابقات على المسرح والتسيير خلف الستار. كأس ليبيا يصل مراحل الحسم بعد عامين من الانطلاق. في التسعين يكشف مصير ملعب طرابلس. ومن العناوين إلى صافرة البداية وتقرير كراس لفويرس. لا زال تخوف الشارع الرياضي مستمرا من عدم نجاح دورينا هذا الموسم، حيث يدخل مراحله الأخيرة بعد التخبط الذي احتدنا عليه من مسيري المسابقة وإقالة الشحومي وتكليف بادي بمهمة السير بالمسابقة إلى بر الأمان. بين التأجيل والترحيل تغيرت الأسماء، ولكن المعنى سيظل واحدا في دورينا الذي يمر بمرحلة خطيرة، واتحاد الكرة ما زال يلزم الصمت ويتعامل مع المرحلة بتخبط كبير. توقف استمر من مارس الماضي في انتظار أن تنطلق الجولة الخامسة في الخامس من مايو المقبل، ومهمة إنجاح دورينا هذا الموسم والوصول به إلى بر الأمان في الموعد المقرر لا زال موضع الشك. من جانب آخر، قطبي نهائي كأس ليبيا يجهزون العدة لموقعة رادس بعد عامين من انطلاق المسابقة، فالخضراوية وصلوا للعاصمة تونس قبل أيام من المواجهة، والأهلي طرابلس يلاعب أبو سليم ودياً قبل السفر إلى تونس، لتسلط الأنظار إلى ملعب رادس بالعاصمة التونسية، والذي سيكون مسرحاً لقمة مرتقبة. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامج في التسعين لمناقشة عديد المواضيع التي تتعلق بكرة القدم الليبية، سواء أزمات أو أخبار أو تحليل ونقاش حول ما هو قادم فيما يخص كرتنا الليبية. قبل الخوض في تفاصيل هذه الحلقة نرحب بمحللينا عبر شاشة الوسط، وعلى يساري كابتن عادل خمسي. أهلا وسهلا بك كابتن عادل. اهلا بك مؤيد، طبعا كل عام وانت بخير، وطبعا نرحب بصديقي اسامه الفزاني ونقول له كل عام وانت بخير، كما احيي الشعب الليبي ونقول لهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله نشوفوا ليبيا دائما من احسن لاحسن، وكل عام والامه الاسلاميه بالف خير، وكما ارحب بجميع مشاهدي قناه الدبليو تي في. اهلا وسهلا بك، ايضا نرحب بالكابتن اسامه الفزاني. اهلا وسهلا بك كابتن اسامه. أمسية طيبة لكل السادة المشاهدين على قناة الدبليو تي في، كما أرحب بك أخي مويد وأرحب بالكابتن عادل خمس، يقول الحمد لله على السلامة وعايد في ليبيا ودا علاش إذا مؤخر، ونحب أن نسلم على كل السادة المشاهدين على قناة الوسط. طيب أهلا وسهلا بك كابتن أسامة. أيضا نرحب بالكابتن باسط شحات اللاعب الدولي السابق وأحد لاعبي فريق الأهلي طرابلس وأيضا الأخضر، اليوم درنا مكس احنا ونشكروك على تجاوبك معنا، خصوصا أن كلمناك في وقت متأخر. مساء الخير أخي مؤيد والشباب، معك الكباتن كابتن عبد الخمسك وصديقي كابتن أسامة الفزاني. مساء طيب يا كابتن، نحييكم أول شيء على موكبكم الحدث الرياضي في ليبيا دائما، ودائما انتم تواكبوا اول باول، وعلى التحليلات الرائعه اللي تشوفوها فيه، ورب يوفقكم ان شاء الله حتى انتم في مجالكم هذا. الله يبارك فيك، وان شاء الله حتى انت ربي يوفقك في مجالك واللي هو مجال الاداره الرياضيه. خذوا مباشره
في حلقة اليوم وكذلك التدريب زي ما أشارنا في رأس. خذوا في حلقة اليوم كابتن عادل. أعتقد أن المشهد الآن هو صحيح متكرر وتعودنا عليه وما فيش حاجة جديدة، لكن اليوم بعد ما شفنا المسابقة توقفها اللي راح يطال 60 يوم، إقالة رئيس لجنة المسابقات بين من يضعها بأنها إقالة غير منطقية، وهناك من يراها بأنها نظرا للتراكمات والفشل الذي حدث. ديما متنقيموا أي حاجة لابد ما نقروا ونقولوا فشلنا إعلاميا في بطولة هذا العام، فشلنا إداريا من قبل إدارات الأندية، فشلنا من ناحية التنظيم، وهذا واقع كابتن عادل. في البداية دعني أرحب بالكابتن عبد الباسط شحات، طبعا لاعب سابق لفريق الأخضر وفريق الأهلي طرابلس، وإن شاء الله ربي يوفقه في مجاله سواء كان على المستوى الإداري أو على المستوى التدريبي. شوف مؤيد، بالنسبة للأمور التنظيمية، وأنا تكلمت مؤيد لما كانت أول حلقة مع الكابتن عبد الله الشحومي، لما قال إن إحنا إن شاء الله الدوري حيبدأ بوقت أو بتاريخ وينتهي بتاريخ، فأنا قلت له صعب جدا، قلت له أنا أعرف ليبيا مواكب الكرة الليبية، هي كانت أيام الاستقرار وإن كانت ما فيش مجموعتين ومجموعة واحدة ورئيس اتحاد كرة واحد ولجنة أولمبية واحدة، وكان مؤيد الدوري أطول دوري في العالم. خلينا نكون واقعيين، راي ماهيش اليوم ان احنا اصبحنا دورينا طويل وان احنا دورينا تاجيلات ودوري مبارياتنا تم ترحيلها من قبل، تعودنا. مشهد متكرر مؤيد، لان تو في هلبا ناس يحطوا في اللوم على الكابتن عبد الله الشحومي. انا يعني نقول ممكن الكابتن عبد الله الشحومي ممكن اخطا في بعض الجزئيات، ولكن ليس كل ما حدث بسبب عبد الله الشحومي. شفنا اكثر من رئيس لجنه المسابقات واجهت مصاعب ومشاكل، تتكلم على شرق وغرب مجموعتين، تتكلم لا ما نلعبش نتلعب المجموعه الاخرى، تتكلم على بعد المسافات، تتكلم على كذلك على المباريات هل تكون خارج ليبيا وداخل ليبيا، لا ما نلعبوش على الهبوط، لا لعب من الدوري بدون هبوط، لأن مباراة البطولة حساسة نلعبها في ملعب معين، هذه كلها يواجه فيها رئيس لجنة المسابقات. ونجي مؤيد نتفق معك في حاجة أخرى، رئيس لجنة المسابقات المفروض يضع قرار، أوكي يقول الأسبوع القادم هذا جدول الأسبوع القادم وتلعبوا الفرق لما تتضامن، زي ما تضامنت لما طالبت بالدعم تتفق. مؤيد ما يجيش ولا فريق، كيف يدير رئيس لجنة المسابقات؟ هل بيجيبهم بالسيف يعمل عقوبة؟ العقوبة تمشي لجنة العقوبات، لجنة العقوبات تحسب، ما يقدرش يعاقبوا في أندية كبرى. لكن كابتن عادل ما نعرفش، هل نفهم من كلامك أن هناك قصور من ناحية اتخاذ القرار؟ احنا نتكلموا اليوم على رئيس لجنة المسابقات واللي هو صديقنا السيد الشخصي اللي هو عبد الله الشحومي، لكن أنت بروحك قلت أمتى الأندية تكاتفت، وأعتقد أن 8 أو 7 أندية، وأصر رئيس لجنة المسابقات على لعب المسابقة. من لقى رئيس لجنة المسابقات في ذلك الوقت؟ لقى الجمهور، لقى الأعلام، وهنا قدر يكمل، لكن القصور صار فيما بعد تلك الفترة كابتن عادل. لأن يا مؤيد الجمهور الآن في مصلحته ما يلعبش شهر رمضان، لماذا؟ وشفت مستوى فرقنا، نقولهم هذه النتيجة، فريق الاتحاد غادر مبكر من الأفريقية، فريق الأهلي طرابلس غادر مبكر، النصر والأخضر غادروا، قعدنا نتفرجوا على الفرق الأخرى والدول الأخرى أن هي تلعب في الكاف وتلعب في الشامبيونز ليج على مستوى القارة الأفريقية. شن قعدنا من مشاركات يا مؤيد لما نشوفوا مردود المنتخب الليبي اللي لعبوا فيه أكثر لعيبة محليين أمام تونس ذهاب وإياب، بان مستوانا الحقيقي، بانت فرقنا مستواها الحقيقي على مستوى القارة الأفريقية. ولو أن ما اصطدمناش بفرق قوية، ما استضمناش بالزمالك والأهلي المصري والترجي وفرق على مستوى عالي. حاجة أخرى مؤيد، لما نطالبوا باستمرارية الدوري وقلنا راهو فيه 6 ملاعب، ورئيس لجنة المسابقات هو من صرح قال هناك 3 ملاعب في المنطقة الغربية عندهم إنارة، و3 مناطق في المنطقة الشرقية عندهم إنارة. وإحنا تكلمنا يا مؤيد لو في فيديوهات قبل 2 و3 وإحنا نتكلموا على الإنارة، يا ناس رانا احنا شهر رمضان حيكون في لعب في الليل، مش معقولة تجيني قبل شهر رمضان ب20 يوم وتقول نبي نار، احنا متكلمين عليها من 2 عامين. هنا إذن يا مؤيد، هنا مسؤولية الحكومة، مسؤولية الدولة، ماهيش مسؤولية رئيس لجنة المسابقات، لأن الملاعب أكثريتها تابعة البلديات، ماهيش تابعة أندية معينة، ماهوش ملعب تدريب. حصل 7 يا عادل. لا شوف اسامه، لما يبدا ملعب تدريب اسامه يبدا ملعب تدريب عادل، هو حصل من حقك تقول تعال يا نادي الاهلي طرابلس، نادي الاهلي بنغازي يقول دينار عادل، احنا راهو احنا مش ضده. هو قال لك اسامه حصل 7 في مواسم سابقه، حصلنا زوز هو حصل 7. شوف مؤيد، لما عادل يا عادل، لما صالح حسين بوسيفي الله يذكره بالخير والكابتن الدكتور عادل لوجلي
لما وضعوا القرار وقالوا الدوري يلعب في شهر رمضان، خلينا نكون واقعيين، كانت حتى الأندية متجاوبة. الأندية تبي تلعب في شهر رمضان يا مؤيد. يا عاد غلط. طيب خلينا نسمع وجهة نظر أسامة. أنا بناقشك في هذه بس. تو من هم اللي ما يبوش يلعبوا في رمضان؟ الأندية. كلها لعبت مباراة ودية عاد في رمضان. إيه لكن لما جلس الأندية صدروا بيان 15 نادي زي ما سمعوا أسامة قال ما نش لاعبين. لا هو مفروض يا عاد هو قال في ملعب وجاب الملعب وحطهم في 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 قرار في قرار وقال راح حصلنا 7 ملاعب بالاضافه لملعب زوار نحكي لك هو 7 وملعب بوسليم. انت عادي المفروض تحط الجدول نتاعك وتعالوا العبوا. الانديه اللي تعيط قالت ما نبيش نلعب في رمضان كلها لعبت مباراه وديه عادي نشوفوا فيها. لا هو يعني هو يعني هل هو اوجه الخلاف كابتن اسامه رئيس لجنه المسابقات اعلن عليه اقامه بطوله في رمضان بدا شهر رمضان خلاص تم اصدار قرار بالملاعب اللي فيها اناره تمام بعدها قالهم راه الدوري بيبدا بعد يوم 10 رمضان واختاروا ملاعبكم واعطاهم مهله تجاوبوا ما تجاوبوش لكن هو كان الامر مديل بانك في حاله ما اخترتش ملعب دقيقه اسامه بس لا يا مؤيد لا خطا وين اختاروا ملعبكم اسمعني لما تقول اختاروا ملعبكم الدوري الليبي ما عادش تنظم لجنه مسابقات والاتحاد الكوره يديروا رابطه هم اللي يديروا الدوري نتاعهم الانديه اما انت رئيس لجنه مسابقات كويسه كويسه يديروا رابطه انا اقول ما عادش في دوري في ليبيا ما هذا علاش لكن هو يقول لي عندي احنا مناش راهو الانجليز راهو سامحني ليبيا حتى هو رابطه مسامح انا مش ضده يجيك مثلا النادي المنافس ليك تقول لي انا نلعب الجمعه الجايه يجيك النادي المنافس ليك نلعب الجمعه الجايه نبدا نقعدوا في الصلاته زي توا نقعد انا نشاور في الانديه بالله عليكم كل واحد يختار لا هو شوف كابتن اسامه علي حاشي نختمها مؤيد هم شيئين رئيس لجنه المسابقات كان يكون شجاع وياخذ قراره وينزل الجدول. الشيء الثاني لجنة العقوبات تكون واضحه وصريحه وما تكونش ان هي تختبي وتطلع تعاقب زي ما صار لما طلبوا الدعم، لما طلبوا الدعم قلت لهم العبوا لجنة المسابقات، اللي ما لعبش عاقبوه يا اسامه. هذا هو برافو احنا كنا سعداء الان صراحة. شوف الان يا مؤيد اغلب الانديه مش تبي الدعم، اغلب الانديه ما تبيش تلعب في شهر رمضان يا مؤيد. يا رجل جريمة. دقيقه يا عادل ليه بيجيني كلامك يا يا اسامه لازم نفسروا نقطه يا عادل لما انت توقف في الدوري راهو يا عادل اللاعبين 13 مباراه في 6 اشهر راهو في لاعبين ما لعبوش جماعه البوكينا وجماعه التريبونا في لعب ساعتين في عام يا عيني عليك راهو في عام يا كباتن انت لما تبي تلعب في افريقيا ولا تبي مستوى المنتخب نتاعك يرتقي بالشكل هذا كانديه وجماهير الجماهير اللي تدافع كل واحد معناه احنا نقولوا بالعربي بالليبي يحش لي بقرته مش فاهمين مش معقول فاهمين اللي ما يلعبش اللي ما يلعبش هو اللي يربح بيرتاح يا كباتن يا كباتن انا ممكن تو حاليا بنعذر الانديه انا قلت لكم رئيس لجنة المسابقات حدد مواعيده وحدد ملاعبه وجاء في نص رمضان او قبل نص رمضان وقال انا مانيش لاعب شنو مشكلتك؟ قال غياب مبدا تكافؤ الفرص المتعلق بانديه زي المحله وكذلك الخمس اللي ممكن ما يكونوش في ملعبهم بعدين اجتمع بالانديه يعني الانديه في ذلك الوقت لحظه انا تواصلت مع ما يقارب عقب لك على 17 مسؤول في الانديه دقيقه يا اسامه ما تريحش منا الفكره يا اسامه ما تريحليش الفكره لازم نوضحوا حتى احنا انتوا قلتوا الانديه ما تبيش تلعب الانديه قلت لهم مره الاولى ما فيش والمره الثانيه قلت لهم برا شدوا حياشكم ما فيش كوره النادي طلع تذاكر واعطي اجازات لمدربينا اعطي اجازات للاعبينا بعدين رئيس لجنه المسابقات اختار له ان هو يجتمع مع الانديه السؤال اللي يطرح نفسه يا اسامه الاجتماع هذا خير ما كانش قبل الدوري ما هو هنا قلنا لك التخبط انت قاعد مش مستقر في عقلك تبي تخلي الاستقرار يعم على الارض كلها وعلى الانديه كلها انت المفروض تقول لي تكافؤ الفرص نتاع الانديه علاش ما يديروش يتكافؤ الفرص في المال في الفلوس علاش كنا تاخذ زي بعض عادل الفرق الكبيره زي بعض والصغيره زي بعض تكافؤ الفرص ما دام عندك لعبه واحده كره القدم تاخذ مليون ما تاخذش 5 وما تاخذش 3 حتى هذا عدل لكن انت في تكافؤ الفرص في الملعب ولكن في الفلوس لا سياسه الكلب بكيالين هذه ما تمشيش طيب. الاستاذ حسين بوسيفي حسين بوسيفي استاذ محمد الاسود افضل من مس مسابقه صراحه لا, لا, لا خلينا نحكي في الاخير في الاخيره بالذات الاربع هو استاذ محمد الاسود صراحه استاذ حسين بوسيفي والاستاذ والدكتور عادل لوجي الحقيقه اللي هم اصروا على لعب المباريات في مواعيدها واصروا على انهاء البطوله وفعلا انتهت البطوله يا اسامه ولعبت فاصله في ملعب طرابلس بين الاتحاد ولاية طرابلس ولعبت فاصله في ملعب بملعب حمادي العقربي برادس فحقيقه الزوز
استطاعوا أنهم ينهوا الدوري بقراراتهم اللي كانت حاسمة، ولكنك أنت طالما تبدأ يدك مرتعشة وأنك أنت تجامل في الأندية ثيق وتأكد حيقعد هذا طيب. مستوانا وحتقعد دائما أجل المباريات. أنا قلت لك يا مؤيد حيتأجل الدوري، وقلت لك يا مؤيد أكثر من مرة دورينا مش حيتم في وقته. تأجل الدوري المرة الأولى بدأ متأخر، تأجل مرة ثانية بطلب الدعم، تأجل مرة ثالثة وقف المنتخب سمح لي وسامة، تأجل الرابعة بشهر رمضان طيب. تأجل الخامسة اللي المفروض يلعبوا الاسبوع هذا او ترحل للاسبوع الجاي. طيب خلينا نشوفكم معنا باسط شحات. كابتن باسط، اعتقد ان هذا المشهد غير جديد بالنسبه لنا، تعودنا عليه، ممكن كان نقول لك ما يقارب عليه 50 60 70 وربما 100 مره واحنا نتكلموا على ذات الموضوع راه في البرنامج. فشن تعليقك على دورينا الذي يبدا في الصيف وينتهي في الصيف الذي يليه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء نحيي الكباتن على الكلام الطيب اللي قالوه، وفيه نقد فيه بناء يعني، لكن أنا طبعا ممكن نقدي أو كلامي حيكون مغاير جدا في الموضوع هذا. أنا نرى في إقامة الدولة الليبية قبل كل شيء، إقامة الدولة الليبية عادة لما تقيم الدولة تقيم آخر شيء الرياضة، لما تقيم لما يكون عندها مؤسسة واحدة، مؤسسات موجودة في الدولة، يكون عندنا كل شيء موحد في الدولة، كل شيء يأتي بعدها، تأتي الرياضة وتأتي الأمور الاقتصادية وتأتي كل شيء. عندنا مشكلة في البنية التحتية، البنية التحتية والملاعب الجاهزة العالمية تأتي بعد قيام الدولة. إحنا عندنا الآن مشكلة في 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 استثمارات، عندنا مشكلة في البنية التحتية في البلاد، إحنا مش عارفين نقيم دوري رمضان، مشكلة الإضاءات الموجودة في الملاعب. هذه من ناحية تنظيمية. أما من ناحية اللي مسير الآن في الكرة الليبية، من فترات سابقة جدا، من مش نتهم اتحاد كرة معين، ولكن فترات سابقة جدا، الآن ما يحدث في 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 الكرة الليبية جمهور وإدارة واتحادات ولاعبين، الآن يعني مع احترامي للبعض يعني، بس ما يحدث في ليبيا هي أزمة أخلاق، ليست أزمة عقول، ليست أزمة اقتصادية. المال متوفر الآن، دعم كبير جدا موجود للأندية، كل شيء متوفر من ناحية مالية، نحكي من ناحية مالية وليس من ناحية البنية التحتية، لكن ما يحدث الآن هو أزمة أخلاق حقيقية موجودة. الآن كل حد، كل نادي يحب أنه هو يحرك اتحاد الكرة، كل نادي يحب أنه هو يسير نفسه. طيب كابتن باسط، هنا جوهر الموضوع، أنت أشرت على تراكمات على صعيد الدولة، بنية تحتية، وصولا إلى الجماهير وأزمة الأخلاق، نضيف على ذلك أيضا أزمة القانون حتى هي موجودة، لكن ما تطرقت ليش على أزمة الأشخاص اللي موجودين في أغلب المؤسسات الرياضية. يعني كيف بنفسر لك الأمر؟ أنت شوف النادي أو المؤسسة أنت تكون منظمة هي بناء على مدخلات ومخرجات، المدخلات تعني رجالات هذه المؤسسة، أم تتكلموا على عميد بلدية يتفوق على عميد بلدية آخر هو في ذات الدولة، لكن عميد البلدية هذاك شاطر وهذاك ما عنداش شخصية، ما عنداش حضور، إنسان أجوف، فالمخرجات حتكون هكي. فإحنا أم تتكلموا على رأس الهرم متعلق بالدولة، لكن حتى إحنا نطالبوا بالمسؤول اللي يقنع الدولة أنها تدير شيء على أرض الواقع. شوف انا حنتطرق الموضوع للاشخاص، انا راني هنا ما عنديش مشكله، عندي الجراء الكافي اني نتكلم على الاشخاص ونتكلم على يعني الاخطاء اللي موجوده، ولكن انا بتكلم قبل ما تكون الاشخاص، من ياتي بالاشخاص يا كابتن مؤيد؟ انا لما اقول لك، لما قلت قيام دوله، الدوله لما تقيم دوله حقيقيه صحيحه حيكون الرجل المناسب في المكان المناسب طبيعيا. الحاجه الاخرى لما نجو، انا الخلل اللي موجود الان ترى فيه في اتحاد الكوره هي منظومة كاملة، رموش اتحاد الكرة فقط، لكن خلنا نحكم في اتحاد الكرة. اتحاد الكرة مخرجات أندية، والأندية مخرجاتها جمعية عمومية، وجمعية عمومية هم الجمهور الرياضي. يعني لما أنت جمعية عمومية أو جمهور رياضي يختار رئيس نادي يكون مثلا دخيل أو يكون بعيد كل بعد كرة القدم أو عنده مشكلة مشاكل هو في عودة، تأتي به الجماهير. ونحن للأسف الشديد نحن الوسط الرياضي دخلنا غرباء على الوسط الرياضي ومن اجل المال. انا واحد من الناس اضطروا للمال، نبوا المال، ما عندناش الناس اللي تفهم الكوره ما عندهاش المال، انا القرار عند صاحب المال. الكل الان في الانديه يجي شخص معاه الفلوس هو صاحب القرار، حتى القرار الفني للاسف الشديد بدأوا يتدخلوا في القرار الفني. القرار الفني لما يتاثر معناه تاثر كل شيء في كره القدم.
قعدنا نجيبه في هضم ماي لأننا احتجنا للمال. هضم جو داعمين الأندية، نحكي الأندية بصفة عامة في ليبيا جو داعمين الأندية، كما جو داعمين الأندية اللي قروا وحهم أصحاب قرار داخل الجمعية العمومية في الأندية، وهم اللي أتوا بالأشخاص هذون. يعني نحن مخرجات جمهور سيئة، بعدين جت الجمعية العمومية الأندية، وبعدين جت هذه مخرجات أندية الكرة. يعني المشكلة نحن مخرجاتنا، نحن اللي أتينا بالأشخاص هذون كوسط رياضي نتحمل جريرة. طيب كابتن عبد الباسط، باش نقعدوا في ذات السياق، نسمعوا أيضا لوجهة نظر الكابتن عادل وتعقيبه للحديث اللي قلته. شوف طبعا بنعقب على الكابتن عبد الباسط، طبعا هو الكلام يقول فيه واقعي، لكن في ليبيا الواقع غير مرغوب. نتكلموا عليه تأسيس دولة وقيام دولة، نتمنى من غضوة تقيم الدولة، ما فيش ليبي ما يتمناش تقيم دولة، ولكن احنا الان لو نستنوا لين تقيم الدوله معناها نعتزلوا كره القدم. معش كره قدم، شفتوا العراق من قالوا من 3 سنين اصبحت في 18 وماشيه، احنا ليبيا بتقيم دوله بس 18 سنه. معناها اللي كان عمره في 17 فبراير اللي كان عمره مثلا 15 عام زيد 13 ولا 28 30 عام، معناها ماشي ويكبر. اذا احنا صعب الوقت هذا نقولوا لا، فيه نقدر نستطيعوا ان احنا نمشوا دوري، نستطيعوا ان احنا نقول لك كلمه ثانيه. لما تكلموا على قيام دوله، احنا عندنا المؤسسة العسكرية 2، مصرف ليبيا المركز 2، الحكومات 2، الدوري الليبي مجموعتين، وتوا وحتى العيد جانا عيدين، وممكن شهر رمضان الجاي ممكن منطقة تصيم شهر 3 ومنطقة تصيم شهر 4، معناها كل شيء جاي. ممكن القمر يشوفوه هنا ويشوفوه في بلاد ثانية مش موجود، مع الله أعلم. فاحنا كيف نتكلموا على توحيد مؤسسة أو توحيد دولة واحنا قاعدين كل يوم نقسموا في الشيء هذا؟ الشيء الأول. الشيء الثاني، رجال الأعمال اللي هم عندهم المال، أو كان في العالم كله راه في رجال أعمال ما همش ما لهمش علاقة بالرياضة، يسلموا الأمور الرياضية لكن في ليبيا ما يسلموش يا عادل. لا خلينا نكمل لك أسامة. يسلموا الأمور، قال لك المباهي يا راجل. لا شوي أسامة، عند المال يقعد يتحكم فيك هو. مش يتحكم أسامة، لما يلقى الناس يتخدم معاه إن هي فشلت يضطر يتدخل هو. لو لقى الفريق مثلا أسامة يفوز ولقى النتائج ولقى البطولات يا عادل، دخلاء رياضة كارثة تو في الأندية برا. شوف لي بالله عليك معاك يا أسامة، شفتي هذه الكورة بالله عليك قداش في واحد ماسك كوره ماسها مش لعبها ماسها. باي اسامه بشويه اسامه، حتى انفنتينو ما لعبش كوره، رئيس الاتحاد الدولي مورينو ما لعبش كوره، افضل مدرب في العالم لعب كوره ولعب في الريال مورينو لعب لكن ما وصلش للكبار. لا ما لعبش مورينو كوره، هذا غلط، ما وصلش لدرجه انه هو محترف. لاعب عادي عادي اسامه، يلعب يلعب زي ما لعبوا، لكن نقصد لك لما تتكلم ما تقارناش بغارديولا وزين الدين زيدان وانشيلوتي والنجوم اللي دارت اسم في العالم. لما مورينو جاي يدرب وخذيت تشامبيونز ليج مع بورتو الناس قالوا منو هذاك تو عرف. فانا نقول لك ان رجل الاعمال لما يشد نادي يبي معاه لجنه فنيه، يبي معاه لجنه استثمار في جنبه باش تدخل له الفلوس، يبي معاه لجنه اداريه، يبي معاه لجنه تنظيميه، يبي معاه لجنه للجمعيه العموميه بحيث وكذلك رابطه الجماهير هنا تتوحد. طيب ولكن يا جماعه لما نقولوا احنا رجل الاعمال انه هو ما يجيناش في الانديه، اذا نقول معناها الكوره عليها السلام في ليبيا. اصبحت انت يا اسامه الان وشفت في بعض الانديه ما عندهاش حتى ملابس الفئات السنيه مؤيد، لو ما يجيش رجل اعمال ويدعم وتحببه في النادي وتحببه في العمل من الصعب جدا نقدر نوصل. ضروري تكون خصخصه، تكون شريك. طيب كباتن تبي الكره تنجح، بنطلعوا من لب الموضوع، تجيب الناس رئيس نادي، كل نادي تشد الشركه او الشركات النفطيه بسم الله ما شاء الله في ليبيا. طيب شركات الاتصالات كل واحده تشد نادي، هذاك الوقت يمشي النادي مؤيد. طيب تتذكر لما قلت لك لما قلت لك هذا جدول مش رزنامه؟ صحيح على البطوله الليبيه مزبوط، قلت لكم هذا جدول مش رزنامه، لان الرزنامه لما تحطها في نفس التاريخ تلعب المباراه. صحيح. لما تحدد بعد اربع شهور احنا اسمعني مش نحط الجدول ومكتوب يوم 15/4 بيلعب مثال فريق سين مع الفريق جي كذا ولا او تاجل. طيب ممكن يلعب بعد اربع شهور ثانيين. كباتن خلي نشرك معنا عبد الباسط. كابتن عبد الباسط، استمعت لكلام الكباتن، لكن اليوم نتكلموا ايضا على الشق الأخير، التأجيلات. اليوم نتكلموا على 60 يوم عزلة بالنسبة للاعبين من المباريات الرسمية، 60 يوم وتأثيرهم فنيا، زيادة المدد بالنسبة للاعبين. من يتحمل اليوم المسؤولية؟ مستحيل يكون رئيس وزراء، مستحيل تكون وزارة الرياضة. شوف لا نتحمل المسؤولية، حكيت عليها من فترة كليمنتي ان المبالغه في معسكرات المنتخب احد الاسباب. يعني نحن لاعبين يلعبوا في دوري سواء للمحترفين اللي خارج ليبيا او اللاعبين المحليين يلعبوا في دوري. الان التجمعات المنتخبات قبل المباراه بيومين ثلاثه يجمعوا في المنتخب
ويلعبوا في مباريات رسميه وديه. نحن نبالغوا نديروا في 40 يوم وشهر باش نلعب مباراه ضد راس الاخضر ولا مش عارف من، ونقعدوا قريب 40 يوم ولا سنتين نحن مستعدين لمباراه واحده. فهذه المبالغه في موضوع الاستعداد للمنتخب هذه احد الاسباب. ثانيا الموضوع اللي سجلت في موضوع الانديه اللي عارضا انطلاقه الدوري، وكانت في موضوع المال وفي موضوع الاتصال وفي موضوع تسجيل القيد، حدثت بعض الحاجات الجديده اللي صارت، هذه احد الاسباب العراقيله. لكن بقول لك حاجه، احنا من ايام انا من قبل حتى 2011 يا مؤيد، راهو الاتحاد الانديه اقوى من اتحاد الكره، الانديه في ليبيا اقوى من اتحاد الكره حتى من فتره قبل 2011. الانديه انديه قويه تسيطر على اتحاد الكره، قراراتها في يدها. لما تكون الانديه القويه مستعده ينطلق الدوري، الانديه القويه غير مستعده الدوري لا ينطلق. هذه معروف سنه موجوده في الدوري الليبي. لما نحن مش نجي معك واضح، نحن كره القدم نمارسه فيها في ليبيا كانها فريضه بس علينا الاكثر الاقل، نحن ما نادوش فيها على كم الوجه، فريضه نادوا فيها علينا، قاعدين نلعب وله في انفسنا ونستفيد منها وباش يكون نحن نادوا في حاجه نادوا فيها وخلاص. لكن ان نحن اتقناها باش نقارعوا العالم اللي برا، هذه سنة ما وصلناش المرحلة هذه. من قيم الدولة اللي أحكي لك عليها نبي، لأن قيام الدولة في الموضوع هذا يحتاج حلقات وحلقات وحلقات، لكن راهو إن شاء الله اللي يصير في ليبيا نحن نمارسه في كرة القدم لأجل أن نحن نحن دولة نمارسه في كرة القدم وخلاص. قلت لها نحن طيب. عندها هواية نمارسها وخلاص، لأن اللي يصير كما قلت لك الأندية أقوى من اتحاد الكرة. طيب وضحت الفكرة كابتن باسط، وأكيد الحديث يطول لكن خلي نمشي فاصل قصير ومن ثم نواصل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في برنامج في التسعين للحديث على جديد دورينا وأيضا كأس ليبيا، وكذلك راح نخصص مساحة زمنية للتعرف على جديد ملعب طرابلس بكل واقعية، آخر الأخبار التوقيت كل ذلك راح نسمعوه، وراح يكون معنا أحد المسؤولين على هذا الملف أو المسؤول الأول على هذا الملف. لكن قبل ذلك، قبل ما نختم الشق الأول المتعلق بالدوري، خلي نسمع أيضا وجهات نظر أخرى من الشارع الرياضي ومن ثم نعود. احنا المتفرجين نتفرج عليه ملانا، انسانا حتى الاجواء مني متصدر ومن مش متصدر ومن مترشح ومن مش مترشح انسانا، ممكن حتى اسماء اللاعبين ممكن حتى راحت حتى من بالنا نحن، يعني قديش ليه الدوري واقف. التاجيل مضر بالنسبه للمدرب، بالنسبه للطاقم الفني، بالنسبه حتى للاعبين. انت عارف ان ما بين الاسبوع الرابع والاسبوع الخامس خشينا في حوالي 50 يوم ونيف يعني، فالتاجيلات هذينا مشكله بالنسبه للمدرب لما يضع روزنانتا في خلال 40 يوم من غير لعب. ويا ريت ان حتى رؤساء الانديه يتحدوا مع بعضهم، بس لان شو اقول لك، القوه لما يقدر الانديه مع بعضهم يقدروا يحركوا حتى في اتحاد الكره. لو كانت ان هي في جت بكري لقاله، لو كانت يعني الامور يعني كانت الامور تستمر ويجيبوا حد وكفاءه ذو اداره تنظيميه صحيحه من غير اي تخبطات، ترى ممكن استمر الدوري هذا. فما نعرفش انا الاسباب الحقيقيه وراء خروج، اذا كان اقالته بسبب انه هو مصر على عدم التأجيل فهذا أعتقد أنه قرار غير صحيح، إلا إذا كان في أسباب أخرى نحن ما نعرفهاش. إذن كانت هذه جانب من الآراء كابتن عادل. نختم هذا المحور، السؤال المطروح اليوم مش على التأجيل، مش على السابق، سؤال المطروح في القادم، مش أنت تتوقع في القادم سداسي مجهول الهوية، نهاية بطولة لا نعرف موعدها؟ شوف أنا دائما قال لك تفاءلوا بالخير تجدوه، ولكن حسب الصورة اللي قدامي القادم أسوأ مؤيد. معقولة؟ أنا أقول لك لماذا؟ ما أنت تقول تفاءلوا خير تجدوه يا عادل، وأنت من بداية العام اللي قلت كله صار. شوف مؤيد، قلت لك تفاءلوا بالخير تجدوه، احنا ديما نتفاءلوا، فهمت؟ ولكن اللي يصير عكس ما نتفاءلوا به نحن، فهمت واش قصدي؟ احنا ديما نقولوا إن شاء الله يلعبوا وما يلعبوش، ان شاء الله الدوري يستمر وما يستمرش، ان شاء الله السداسي قرروه في دوله معينه وما يتقررش. الان المشكله بتصير يا مؤيد، الان وين بتلعب الديربيات ومتى تلعب الديربيات، وبعدين بننتقلوا لمرحله اخرى، مرحله السداسي. راه مرحله السداسي حيصير عليها كر وفر غير عادي، وانا مسؤول عن كلامي. في من الان يلوح ان الدوري يلبوه في مصر،
وفي من يقول نبوه في قطر، وفي اللي يقول نبوه في الامارات، وفي اللي يقول لا يبقى في تونس، وفي اللي يقول في المغرب، في ليبيا. هو اللائحه الموسم الماضي يا مؤيد ما توحد عليه تونس الا بعد ما تاجل الدوري قريب ممكن 15 20 يوم، باش احنا اتفقنا في الاخير على تونس او شهر. تو جي اليوم بتقول لي والله تفائل بالخير، وبتفائل يا مؤيد بالمرحله هذه، وكل يوم الامور تشتعل اكثر بين الانديه وبين رؤساء الانديه وبين الانديه واتحاد الكوره وبين الانديه ولجنه المسابقات. اصبحت حتى التشكيك في التحكيم. طيب. يا مؤيد راهو في موضوع مهم ما ندويش عليه، هو التحكيم. اصبحت كل ما الان الفرق ما تشوفش يا مؤيد ينزلوا الحكام كل في كل اسبوع، لا بدل لي معقوله جدول ينزلوا فيه حكام يتنحوا منا خمسه حكام يتم استبدالهم. اتحاد الكوره اضعف. طيب اسامه، شنو السيناريو المتوقع؟ عادل قال احنا كل ما نقول ان شاء الله يلعبوا ما يصيرش، المفروض نقول ان شاء الله ما يلعبوش باش تمشي الكره، شنو رايك؟ انت تتكلم فيه على السيناريو ولا شنو؟ ايه السيناريو. السيناريو يا جماعه احنا حاضرين مسلسل ليالي الحلميه ولا انا حافظينه من 30 حلقه ولا نفس السيناريو حافظه حتى هذا السيناريو. شنو هو؟ السيناريو قلت عليه انت، عارفينه حتى الناس تو. نفس السيناريو يا مويد، ما في شيء جديد. تتوقع نهايه للدوري؟ هو في نهايه لكن نفس السيناريو بتاع العام اللي فات واللي قبله واللي قبله. شوف يا طيب. قبل شن كان قبل باختصار هي كابتن عادل بخصوص باختصار هذا موضوع هو بروحه مباراه ديربي رفعها لي 50 مدينه، مره لعبوها في البيضة، مره لعبوها في طبرق، مره لعبوها في مصراته، مره لعبوها في العجلات، مره لعبوها في مصراته، يا راجل مرت على المدن كلها هذه. بالعكس والله المصري والزمالك راهو يضبحوا عليهم في الامارات وقطر، نوع من الدعايه راهو. احنا يهربوا فيها مش نوع من الدعايه، احنا تهريب. احنا قعدنا هرب الديربي مش ما تصيرش مشكله في طرابلس وما تصيرش مشكله في ليبيا. جديات روعة عقليه هي ليبيا، لا ينقصها المال لكن ينقصها العقليات. انت لو في لجنه عقوبات تطبق اللوائح والقوانين، الاهلي والاتحاد شنو بيصير؟ الاهلي والاهلي بنغازي شنو بيصير؟ الاهلي بنغازي والنصر شنو بيصير؟ الاتحاد والاهلي بنغازي ديرها في بلادها، الناس يديروا فيها سهره. حتى احنا الجمهور زايده بصراحه، خلينا نتكلموا بكل الحياديه، حتى الجمهور زايد على مباهي الكوره. الناس في اوروبا تمشي تدير فيها سهره. ملاعبيه لو تشوف ريال مدريد والسيتي ميزانيه دول دول، ويخسروا بالاربعه والخمسه وجمهور يصفر. احنا جمهور الدوري يسب، جمهور الدوري بي يربح. هو بنادم في الاخير دم ولحم، صح تعطي فيه في فلوس، لكن مرات البنادم مزاجه زي امس الارسنال والسيتي. الارسنال المتصدر الفريق بتحسه متكبل مش قادر يجري. هل جمهور الارسنال سب وكسر الباص ومشى للنادي مش عارف شن دار ومشى شد ملاعبي خنقه؟ عليك الثقافه، علاش هم واصلين لكاس العالم ولا منطقه عربيه او افريقيه وصلت لفينال؟ طيب كاس العالم ما دام تتعلق تتكلم بالعقليه هذه معناها هذه المفروض في يومين تكون زي بريطانيا. طيب خلي نمشوا لمحور اخر والمتعلق بنهائي كاس ليبيا. حتى كاس ليبيا الله يبارك تولينا عامين، يعني يمين يسار شرق غرب، خش على ثلاثة فترات قيد، وما زال هذا الكاس صامد إلى أن وصل إلى مراحل النهاية. عموما كابتن باسط، تعتقد أنت من اللاعبين القلائل اللي لعبوا لفريقين كبيرين على غرار الأخضر وكذلك الأهلي طرابلس؟ ممكن أكيد الكابتن أسامة بيذكرني والكابتن عادل بيذكرني، جمعة قطيت تلعب في الفريقين وباسط، وفي حتى المهدوي الاول هذاك سراج. لا لا سراج مهدوي النصر. لا لا مش المهدوي، فراس هو دار له زياره في رمضان قبل اللي فات. لعب في الفريقين عموما. سليمان عبد الصادق. لا سليمان المروج. لا اللي جبناه ببرنامج لمسة وفاء نسيته، كان لاعب هداف. عبد العزيز فرج بوهنيه. ايه طيب خلي نسالوك كابتن باسط، لعبت للفريقين، المفارقات بالنسبة للأخضر أن هذا الفريق حقيقة صنع كل شيء في كرة القدم الليبية ما عدا التتويج، وصل لعديد النهائيات، ثلاثة نهائيات. سوء الطالع كان أمام الاتحاد اثنين، الأهلي طرابلس النهائي الأول، وهو اليوم سيناريو متكرر في آخر نهائي بالنسبة لكاس ليبيا. أول شيء بنذكر الشباب ايضا محمد الجيلاني لعب في الاهلي طرابلس الاخضر. صحيح الجيلاني فعلا. وهنيه باز شحاجه معطيت هذول اللاعبين، وحسين سلطان. حسين سلطان صح. هذول اللاعبين لعبوا بين الاخضر، ان شاء الله ما نسيتش حد فيهم. الشيء الاخر طبعا الاخضر والاهلي طرابلس طبعا فيه تشابه كبير جدا في هذا اللقاء في عده امور. تمام. اولها اول لقاء، اول نهائي في ليبيا، نهائي كاس حدث بين الاخضر والاهلي طرابلس، واول نهائي يحدث خارج ليبيا بين الاخضر والاهلي طرابلس. تمام.
تشابهات عده في 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 بين المؤسستين في من ناحيه الارقام الغريبه شويه، برضو جو من ناحيه فنيه ومن ناحيه نقول من ناحيه نفسيه. الفريقين يمروا بنفس شبه بنفس الظروف، تغيير المدربين، فريق كل فريق يرحى الان يمر بفتره انتعاشه، تمام. الان نحس ان الفريقين يلعبوا بنفس الاسلوب اللعب عاده في ملعب. اذا كان حابين نخوض في بعض الامور الفنيه انا مستعد، ما عنديش مشكله. شفت الفريقين كيف يلعبوا، شوفوا العناصر، تفرجنا عليهم، وانا ما مستعد في اي حاجه. طيب طيب كابتن باسط، كابتن باسط، اكيد الامور الفنيه راح نتحدث فيها باستفاضه قبل هذه المباراه، لكن خلينا نركز اليوم على اسقاطات. انت قريب اليوم من منطقه الجبل يعني تحديدا، وايضا قريب من الاهلي طرابلس. الوضعيه هي فيها تشابه من الناحيه الفنيه، تغيير اطقم فنيه، تراكمات جبهات سواء محليه وكذلك خارجيه، لكن اليوم لو تكلمنا على الاخضر وغياب التمرس بالنسبه للاعبين او هذا الجيل بهذه وضعيه، يعني نتكلم اليوم على نهائي. شوف، هي من ناحيه تمرس، انا اول شيء بنحب نحيي الناس اللي تخدم في النادي الاخضر سواء السابقين ولا الحاليين على هذه الاستمراريه. نحن النادي الاخضر الان يمر ب 25 سنه من الاستقرار من ناحيه المنافسه، تمام. طبعا هو اول نهائي لعب في 76، وبعدين صارت شويه دور النادي، بعدين الان من 25 سنه واكثر النادي حافظ على شيء، المؤسسه والادارات اللي مرت بالنادي والاشخاص اللي يخدموا فيه حافظوا على شكل النادي. صعب ما اشوفش نادي الان في ليبيا حافظ على نفس السيستم 25 سنه. صح، ما كان سوء حظ، انا واحد من الناس لعبت خمس نهائيات بين السوبر وثلاثه كاس واثنين سوبر وواحده كاس اتحاد، ما حلفناش الحظ، كانت نهائيات معظمها في مدينه طرابلس، ما كناش موفقين في تحصيل البطوله. ولكن النادي حافظ على شكل مؤسسة، حافظ على شكل النادي من ناحيه الامكانيات الماديه، من ناحيه السيستم، كانوا دائما من الاربعه الاولين في الترتيب، دائما منافسين على الكاس. هذا الشيء راه صعب المحافظه على رتم 25 عام. وطبعا عاده الانديه يصير الفتور، النادي الاخضر ما مرش بالحد في الفتور هذه الان، هذا الشيء. طيب كابتن باسط، كابتن باسط، تكلمت على معطيات سوء الطالع ابرزهم اللي هو المتمثل ان لعبت ممكن انت على الصعيد الشخصي خمسه نهائيات وغيرها من النهائيات الاخرى كانت جلها او اغلبها في مدينه طرابلس. هل نقول اليوم ممكن يكون ملعب رادس او النهائي خارج الديار فالخير تتوقع الاخضر؟ والله يقول لك حاجه، احنا ممكن يكون فالخير علينا برضه، حتى المدرسه المصريه اول مره الاخضر يتقلد مدرب مصري بشكل رسمي. احنا من قبل في 2012 جاء مؤقتا لان كان مدرب فئات سنيه ايمن الجمل مباراه واحده، لكن بعدين رجع للفئات السنيه، لكن كمدرب طاقم رسمي في تاريخ الاخضر لم يحدث انه يمسك طاقم رسمي مصري في تاريخ الاخضر. قد نمشي طبعا الاهلي بنغازي والتحدي كانوا مدربين مصريه جابوا لهم اول بطولات، فممكن احنا نكون مدربين مصريه يكون اول مدرسه تاتي بخزائن النادي الاخضر للبطولات. طيب بما ان احنا نتكلم على الفال خلينا نساله ايضا الكابتن اسامه. اسامه، سته نهائيات والسته عندك فيهم واحده، سته نهائيات لا، وصول الاهلي الى سته نهائيات والسته تحصل على سته كؤوس. ممكن نشوفوا فرق ثانيه وصلت لنهائيات لكن فقدت بعضها، مثلا الاتحاد تقريبا وصل ل 11 النهائي تحصل سبعة. والله شوف، يعني طبعا الجيل اللي ذكر الكابتن بس جحات، طبعا الجيل كان ذهبي صراحه، واحنا لعبنا حتى معاه من افضل مبارياته، ومنها كانت مباراه اللي خاض فيها فريق الاهلي ريمونتاد على فريق الاخضر ب 3-2، كنا خاسرين 2-1. كان يمتلك عديد من اللاعبين، وعديد اللاعبين كانوا كلهم مهاريين، والاخضر صراحه فريق مميز ديما تلقاها كفريق متجانس وكفريق يعني يقدم كل ما عليه بصراحه، وتستمتع حتى تلعب معه في الكرات القصيره الجميله، كذلك اللاعبين اللي عندهم خبره وعندهم حتى المهارات الفنيه والفرديه. حتكون مباراه مفتوحه، حتكون مباراه جميله بين الاهلي والاخضر، حتكون مباراه فيها فرجه فيها متعه، لان الفريقين قراب لبعضهم فنيا. حتى الارقام لا تعني شيء اسامه، لا الارقام في النهايه لا تعني شيء، وبالذات نهائي الكاس، يعني الكاس ما تعرفش لانك انت وصلت للنهائي، طبعا دائما تكون 50-50 لكل الفرق، لان الحدود تكون متساويه،
ومن حق فريق الأخضر يكون حقه المشروع أنه هو يطمع في كأس لأول مرة في تاريخه، وكذلك من حق لاعبي فريق الأهلي وطرابلس أنهما يحققوا الكأس السابعة وتكون في تاريخ هذا الجيل. يعني حتشوف مباراة قوية، مباراة في ملعب رادس، أرضيتها ممتازة، أرضيتها كويسة، ملعب كبير يساعد اللاعبين على اللعب. بعدين فيه ميزة بين الأهلي وطرابلس والأخضر ان اللاعب الفريقين الزوز يلعبوا باللعب المفتوح، يعني لا حتى اللعب مفتوح، ما فيش اغلاق المساحات والتحفظ الزايد، يعني حتشوف فيه كوره، حتشوف فيه متعه، حتشوف فيه اثاره في هذا النهائي، وان شاء الله يكون نهائي يليق بالفريقين. الشيء اللي ينغص فرحتنا دائما هو تواجد هذا النهائي خارج ليبيا كابتن. هو ينغص عليك لانه هو مش بالسيف، هو تقدر تلعبه في ليبيا صراحه. أنا لو جيت تسألني ولا كانت عندك ملاحظات؟ أنا لا، لو كنت أنا مسؤول والله لما نلعب في ليبيا صراحة. طيب. أول شيء عندك ملعب محايد، يا ملعب تلعب في الجميل، يا تلعب في مدينة زوار، يا تلعب في مدينة طبرق. حطه في طبرق تلعب غادي وتقدر توفر الأمن وتقدر توفر راه وتقدر تلعب في لا لا شوف، أنت قلت لي ملعب طبرق ذكرتني في الدوري بتاع 93 92 قبل ما فيش فار أسامة. الآن هذه مباراة حاسمة، مباراة لقب، مباراة كأس، المفروض يتواجد فيها فار. حتشوف رأو طب أنت تقول مباراة عادية، حتشوف إن هي حيمشي لأكثر من مرة الحكم وحيتجه للفار. رأو أصبحت الآن تلمس الكرة باليد ما شوفناها شيء. لا ما عندناش فار. بس معي هذا. لا أنا بنعقب لك عليها. كم تقولين الموضوع؟ ما لا بنقول لك. لأن الفار. لا ما هو الفار. أنت قلت تلعب في ليبيا عندنا فار معناه. لا الفار أصبح متنقل. صح. متنقل تو جابوه لبنينا قبل إيش اسمه؟ فار متنقل. صعب. شركة متنقلة في الفار. ما دام قال لك صعب رأي عندي إحساس إن عادل يقصد اللي جاي لبنينا ما ولا. أنا تو أقول لك عليه. لا ولا. ليش أقول لك صعب؟ ليش أقول لك صعب؟ لان احنا صار لنا يا اسامه زي زمان الحروب نلتقي في وسط المدينه، فهمت؟ الاخضر من المنطقه الشرقيه ولا طرابلس من المنطقه الغربيه، انت قلت نقدر نلعبها في جميل، الاخضر مش حيوافقوا لك، قلت نلعبها في طبرق، لا طرابلس مش حيوافقوا لك، نلعبها في النص يا سيدي. في سرت بتجيب الفار وسرت بروحها كيف ما يلعبوا شيء ملعبهم، سرت نزلهم هم نزلهم ما عندهمش ملعب. خيرك يا اسامه يا راجل، سميت لي ملعب سرت، قلت لي ملعب نابولي عندنا وملعب عندي ملعب ديريالبي وعندنا، ما عندناش يا اسامه، لا عندنا فار ولا عندنا ملعب ولا عندنا اناره، ما لعبناش شهر رمضان وما عندناش ثاني حتى رسائل ما عندناش. طيب ليبيا ما تخاف والله بزيد مشكله ثانيه عليك، حاسبين الرياضه حاسبين الرياضه راهم مربيين اتحاد الكره. بزيد مشكله ثانيه والله العظيم، والله بزيد مشكله ثانيه. معليش تو ان شاء الله لما تتم الكاس ان شاء الله اللي يحقق اللقب سواء طرابلس او الاخضر نقول الف مبروك، معنا في صبر ضد الاتحاد. والله اللي غلط يا اسامه ما هو الصح، طالما درت الكاس في صبر معناها الان اتحاد الكره نصب صبقات يودوا روحهم لمشكله اخرى، معنا مشكله الصبر وهو بيلعب. قال لك في راس الصبر كانوا فاز الاخضر بيلعب ضد الاتحاد وهو بيلعب حتى هو. لا اسمحني لو فاز الاخضر بالكاس بيلعب ضد الاتحاد نفس الشيء، جينا شرق وغرب ما يلعبوش هنا ولا هنا، ولو فاز الاهلي طرابلس هذاك الشيء يحزها ديربي وديربي لقب، معناها ممكن نرفعوه حتى لكوبا ما نلعبوش حتى في الدول العربيه. فهنا المشاكل قال لك المصايب لا تاتي فرادها. الشيء الثاني يا عقبنا لمباراه الكاس، الكاس امتى لعب هذا بدايه التصفيات؟ من قبل عام ونص تقريبا، عام ونص ثلاثة مدد لتسجيل اللاعبين. ما انا اتاكد من اسامه ممكن التصفيات لعب فيها حتى اسامه. مش معقوله يا مؤيد كاس لي ثلاث سنين نلعبوا فيه تو، معقوله حتى قدام الناس بتتكلم كاس 2019 2020 تلعب فيه في 23؟ ما قلت لك يا مؤيد هو تخبط، هو كان يلغى الكاس اصلا، لكن الان طالما انت قررت تلعب الكاس 21 22 كويس، طالما قررت تلعب الكاس اذا تلعب الان كويس في تونس بصافره اجنبيه بالفار باش هنا نحو الشك ونحو نبدا في اللي بعده ونبدو لا نبدا في الصبر. لا الصبر قبل، كيف تبدا في اللي بعده؟ تبدا في الصبر قبل، بعد اسبوع يلعب الصبر للفايز بالكاس والفايز بالبطوله، وبعدين نكملوا دورينا ونكملوا السداسي ونتجهوا للمسابقه الجديده زي العالم. طيب كابتن باسط وصلنا معك لمسك الختام، اعطينا تعقيبك الاخير ورسالتك اليوم باسط شحات، ما هوش غريب على الجماهير الأهلوية وكذلك الخضراوية، وانت ذكرت العوامل المشتركة كلها، لكن زيد نذكرك بعامل مشترك مهم واللي هو الغلالة. لا بس حتى انا اليوم زيكم مش مزعل حد اليوم. والله نحب اول حاجة نحب طبعا ابن الاخضر ومن مشجعين نادي الاخضر قبل ما نكون لاعب نادي الاخضر، لكن طبعا نحب نحيي نادي الاهلي طرابلس، احد بصراحه الانديه اللي لعبت فيه وكان لي شرف اني لعبت فيه، لكن طبعا في مباراه النهائي يوم الثلاثاء حنكون مع
بيتي الاول وولادي الاخضر. لا نحب ان نتطرق انا كان نسحبك في شويه مجال في الموضوع الفني قبل نتطرق على شويه حاجات. تفضل تفضل كابتن باست، هاي اعطينا تعقيبك. خلاص تمام. يعني طبعا الفريقين نشوف فيهم مجهزات لخطه المباراه وخطه اللاعب. طبعا خطه المباراه طبعا تختلف على خطه اللاعب من ناحيه التنسيق. خطه المباراه شفت التجهيز الاخضر الان بدا يجهز خطه المباراه. طبعا خطه المباراه تبدا قبل المباراة بأسبوع، هذه يسمون فيها خطة المباراة اللي هو التحول إلى ملعب عشر طبيعي، الخدمة على المناخ الطقس اللي موجود في تونس، الخدمة على المباراة من غير ضغط بدون جمهور بالتدريب، هذه كلها يسمون فيها في علم الكرة يسمون فيها خطة المباراة. أما خطة اللاعب الأخضر الآن نشوف فيه الآن بدأت في نضج تكتيكي عند اللاعبين من ناحية تحول الخطة داخل الملعب وطريقة اللعب. شفنا كم مباراة لعب بداية بأربعة اثنين ثلاثة واحد، بعدين نشوف فيها أثناء المباراة 4-4-2، وبعدين نشوف فيها تختم مرات في 3-5-2. نفس الطريقة المشابهة شفتها المدرب التونسي لنادي الأهلي طرابلس، برضو شفت عنده تحول خطي دائما في المباريات. حنشوف مباراة تكتيكية بحثنا في 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 رادس، حنشوف فتيح لعب عند الفريقين، نقدم نجوم عند الفريقين إن شاء الله تبدعوا. تتوقع نشوف تفاوت في المستوى والمردود بالنسبة للاعبين وجودتهم؟ حنشوفوا تفاوت بعض الجهات. الأخضر عنده جهة قوية حيكون فيها عنده طريقة لعب، والأهلي طرابلس برضو عنده جهة قوية حيتركز عليها. بإذن الله حنشوفوا، ما نبيش نحدد ليش، لأن هذه خطط مدربين وكذا، أحيانا نشوشوا حتى في موضوع التحليل قبل المباراة. حتى الكلام هذا يقال قبل المباراة بنص ساعة وساعة لا بأس فيه، لكن الآن المباراة مسار عليها أسبوع، فمش داعي نشوف الفنية بحتة. ولكن هي عادي ليك البراء أصلا، المباراة كتاب مفتوح. أعتقد أن اليوم ما فيش ولا واحد ما يعرفش خصائص أري بابل ولا محمد منير ولا اللاعبين. نقفل معك بنقطة أخيرة، أعطيني تصور أو توقع من الأقرب. الفائز هو حيكون صاحب اللون الأخضر، لكن من بين الأسماء؟ نشوف التمني شيء وتوقع آخر. طبعا التمني نحن محتاجين، طبعا الأهلي طرابلس نادي عنده بطولات وعنده كسان، ولكن نحن التمني نبي نفرحوا مدينة، مدينة تعشق كرة القدم، تعشق نادي الأخضر. ترى في نادي الأخضر هي وزارة السعادة لمدينة البيضاء وجبل الأخضر بالكامل. بصراحة مدينة متعطشة جدا للبطولة، فنحن بإذن الله هذا عملنا. إدارة مش مقصرة، وفرت جميع المناخ على طيب. مستوى جدا جدا هذا التمني، نحن نتمنى أول بطولة. مدام اخترت التمني معناها متخوف شوية من التوقع. لا التوقعات ولا أعطيتها للكفة الأخرى. إذا كان حسابيا حتوقع مباراة تصل لضربات الجزاء. طيب أشكرك جزيل الشكر الكابتن عبد الباسط شحات، اللاعب الدولي السابق وأحد نجوم فريقي الأخضر والأهلي طرابلس. أكيد الكباتن عندهم ما يقولوا حول مباراة الكاس، وعندنا حلقات قادمة، لكن خلينا نجو لجوهر الموضوع اليوم اللي هو ملعب طرابلس، ونستقبله الأستاذ عبد الحكيم معتيق مدير المشروع والمسؤول على صيانة ملعب طرابلس، وأيضا منسق جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. أستاذ عبد الحكيم نشكرك على تواجدك معنا، وحقيقة يعني سعداء بأن العمل لم يتوقف، والسعادة الكبرى أن شعرنا من خلال الحديث الجانبي اللي دار قبل هذه الحلقة أن اليوم المسؤول على هذا المشروع عندما يقول ما فيش تردد ما فيش تراجع. خلي نسمع منك، ويريد تعطيني الوضعية العامة متاع الملعب بشق فني لكن بسيط بالنسبة للمتلقي. يعني أولا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي مؤيد؟ أهلا وسهلا بك وبالسادة الضيوف. أهلا وسهلا بك. ملعب طرابلس الدولي أخوي مؤيد طبعا من أهم المشاريع حاليا اللي جاري العمل فيها من قبل جهاز التطوير. احنا زي ما تعرف العمل الفعلي بدا في منتصف السنه الماضيه. تكلمنا قبل فتره اخوي مؤيد وحكينا على الملعب، ان كان الصيانه المستهدفه في جانب، ثم تحورت لاسباب فنيه اخرى فاصبحت صيانه اخرى او مده ثانيه او اعمال جديده. خلينا نخش في الموضوع طول مؤيد.
احنا تو حاليا تقدر تقول ان احنا سيطرنا على 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 جل الاعمال اللي كانت غايبه علينا. خلينا نقول نسميها لك بين قوسين سيطرنا عليها من 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 ناحيه سواء من كانت العمل او من الحصر او من طريقه العمل نتاعها. الملعب احنا حاليا وصلنا لمرحله تقدر تقول باذن الله مثلا خلينا نتكلم لك على اهم عنصر احنا الموجود لدينا في عمرتين هو الاعمال المعالجات والاعمال الخرسانيه. ولله الحمد احنا باذن الله نقوله باذن الله احنا وصلنا لمرحله ان جميع الاعمال متاحه قدامنا. جاري العمل بنسبه حوالي 95% من اعمال المعالجات الكامل. عندنا نسبه حوالي 65% من الاعمال هذه منتهيه اخوي مؤيد في الاعمال الخرسانات. الاعمال الثانيه طيب خلي قبل ما نمشي للاعمال الثانيه باهي استاذ عبد الحكيم بحيث ناخذ الموضوع خطوه خطوه. اول حاجه الفتره انت تو تجي تقول اننا احصرنا الوضعيه عرفنا شنو يبي الملعب، يعني الفتره اللي استلمتوا فيها المشروع الاولى او خلينا مش نقول لك استلمتوا المشروع، امتى اعلن رئيس الحكومه على انطلاق هذا المشروع؟ هل كان فيها عمل فعلي والا كانت عباره عن دراسات؟ اخوي مؤيد خلينا نتكلم بصراحه، طيب. يوم بدينا في المشروع يا مؤيد قصدي خلينا نتكلم لا لقينا خريطه لقينا والاعمال اللي كانت مستهدفه كانت اعمال بسيطه جدا. انا الملعب يا اخوي مؤيد والساده الفضلاء ممكن انتم تفهموا في الجانب الفني الكوره وكذا، لكن بنطلع بنبي نوضح معاناه الملعب يا مؤيد. الملعب يا مؤيد قصدي احنا راه عباره عن نشبه فيه احنا زي قاعدين في منجم او مناره، كل يوم نتفاجئ بحاجات جديده يا اخوي مؤيد. كل يوم نتفاجئ باشياء جديده، على سبيل المثال يا اخوي مؤيد العقد اللي توقع مع شركه منفذه كنا نتكلموا عليه على 130 عمود، اليوم واصلين يا مؤيد تنفيذ اليوم واصلين حوالي 370 عمود وما زال. نتكلم لك على سبيل المثال البلاطات الخرسانيه البلاطات اللي بنحطوا عليها الكرسي المتفرجين بلاطات الجمهور هذه احنا الكميه المستهدفه كانت 1000 و1800، اليوم نتكلموا على 4000 بلاطه هذه متبرره نفذنا منها 800، هذه لدينا منفذات بمواصفات عاليه الجوده وبدهانات عاليه الجوده. يعني استاذ عبد الحكيم نقطه مهمه خليني اقف لك عندها، انت انت تقول لي كنا نعتقد انه هو مثلا 100 عمود اصبح الامر 300 عمود، هل العدد يزيد ولا خلاص حصر الامر الان؟ بنسبه 95% حتى حصر. كان في زياده حتى كان في زياده يا مؤيد زياده لا تذكر، لكن الفعلي والمهم واللي على اساسه اني نقدر نفتح بعد اعمال ثانيه. انا عندي اعمال مهمه جدا بعد الاعمال راح نتكلم على هذه الاعمال، لكن خلينا نقعد لك عند هذه النقطه ايضا. ممكن ناخذ حتى وجهه نظر الكابتن عادل اسال اكثر من مره، احنا شفنا بعض الاعمال اليدويه بالنسبه للعمال وكذلك شفنا حتى ستريتشات او قواعد حديديه او فولاذيه، ممكن المشاهد البسيط او المتلقي يستغرب من هذه الوضعيه، يعني هل هذه الاعمال تتم بمعايير وتم توقيع عليها ووضع ضمانات وتحميل مسؤوليات للمهندسين او هو عمل يعني للتجربه؟ العمل الانشائي داخل الملعب يا اخوي مؤيد والاستاذ الفضلاء يشرفوا عليه نخبه من الناس المختصين في هذا المجال. في حاجات مثلا على سبيل المثال تكلمت انت على جزئيه الدعم المعدني. الدعم المعدني هذا يا اخوي مؤيد هذا عباره عن دعم سنوي دعم مساعد. الملعب يا اخوي مؤيد لما تكلمت انت على مثلا على سبيل المثال الاعمده الصيانه اللي دخلت راهي ما هي الصيانه بالمفهوم المعروف راهو عباره عن عمود جديد قصدي نزرعوا له في اسياخ ونزرعوا له في مونه جديده ونزرعوا له قصدي راهو عباره عن عمود جديد.
لكن زي ما قلت فضلت انت، فيه ناس تحمل مسؤوليه لسنوات طويله بيعطونا سلامه مشهد لسنين طويله، فلازم احنا قصدي طيب هذا كله تحليل، واحد زائد واحد اثنين، انا رايت كله علم هذا مؤيد، فهمتني؟ فارى ان لازم نكون احنا نديروا دعم معدني لزياده القوه وزياده تحمل هيكل للملعب. طيب وضحت الفكرة حول هذا الجانب، نوقفوا عند هذه النقطة ونمشوا فاصل قصير بحيث أننا ناخذ باقي الخطوات. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام والحديث يطول في آخر أجزاء هذه الحلقة حول ملعب طرابلس الدولي وتواصل الأعمال فيه، من خلال استضافتنا لمهندس هذا المشروع المهندس عبد الحكيم معتيق. مهندس، أشرت قبل الفاصل لعدة جوانب وأعتقد أن هي مهمة. اليوم أصبح الملعب وضعيته كلها محصورة، المدد، التواريخ، وماذا يحتاج الملعب. أول حاجة نبي نسألك فيما يخص آلية وجزئية القواعد، متى ينتهي العمل الفعلي بها، خصوصا أن هذه القواعد تعتبر عمود فقري والبقية تأتي وتصنف كتشطيب. بالنسبة للهيكل الخرساني بالكامل مؤيد، سواء قواعد أو أعمدة أو ركائز أو غير الهيكل الإنشائي بالكامل بإذن الله في شهر 8 نكون احنا مشطبين الهيكل الخرساني، من اعمال معالجات، من اعمال تقويه، من اعمال جديده، اي حاجه تخص اعمال خرسانيه، اعمال معالجات، باذن الله خلال شهر 8 نكون احنا منتهيين من اعمال المعالجات واعمال الخرسانيه. طيب غير المعالجات، فيما يخص اعمده الاناره تم ازالتها حتى هي بتكون ضمن شهر 8؟ لا، بالنسبه لاعمال التشطيبات واللي هي تدخل من ضمنها الاعمال المنظومات مثل اعمال الاناره، الابراج، الساعه الالكترونيه، منظومه المراقبه، هذه باذن الله حتكون في نهايه السنه.
بشهر 12 باذن الله. طيب يعني 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 تم توريد هذه الامور، يعني اعتقد انه مستحيل تبنوا اعمده اناره جديده. ما تمش توريدها، قاعده قيد التصنيع. على سبيل المثال اعمده الاناره المفروض في يوم 10/6 حيجين حيوصل باذن الله حوالي ست اعمده من ثمانية، وبعدها بفترة قصيرة أسبوع أو أسبوعين. المهم قصد الأعمال المنظومات بالكامل حاليا قاعدات قيد التصنيع أخوي مؤيد. كويس، هذه الأعمدة راح تكون حديدية يعني، وفيها يعني زي ما نقول احنا كتالوج، بحيث أن صيانتها تكون مستعجلة وسريعة وما فيهاش المشاكل السابقة يعني. بالنسبة للأعمدة حتكون أعمدة ستيل، أعمدة فولادية. آلية الكتالوجات بالنسبة للإنارة أو باقي المنظومات أو الملعب الثاني يا أخوي مؤيد. إحنا تو حاليا والله راني بنقول لك حاجة، قصدي بالنسبة لنا إحنا كفنيين نقولها حاجة كبيرة. إحنا يا أخوي مؤيد تو جهزنا دوكومنت كامل للملعب، دوكومنت كامل للملعب، حتى بعد فترة قدر الله تصير التماس معين في دورة المياه 20 في المستوى الثاني، نعرف أنين مين نطفي عليها، نعرف السلك اللي جايها منين، حنسلمه للجهة المستفيدة كتالوجات وخرائط للمسارات بالكامل. لأنه زي ما تعرف أي ملعب، مش ملعب، أي كتلة أو أي مبنى، ثلاث حاجات أساسية لازم يكون عندك، صح، كهرباء وتغذية مياه والصرف الصحي، كلها اكتشفتوها ولله الحمد الآن. بالضبط، هذا كله موجود عندنا احنا، مسارات بالكامل، مسارات فعلية. بالنسبة للإنارة، خلينا نقعد في هذه النقطة. إنارة ملعب طرابلس السابقة، وأكيد الكابتن أسامة والكابتن عادل لعبوا فيها، حقيقة كانت أنا نشوفها ممتازة يعني، كانت إنارة كويسة، أمتى كانت في عز يعني وقتها. حاليا هل هي الإنارة الجديدة راح تكون بمواصفات دولية؟ اللي أقولها في الليل تبينش الظل، قول الظل تو ممنوع، في إنارة خاصة إنارة لا ما هو لا يعني خلي نسمع الكابتن عبد الحكيم. الإنارة كيف تتوقعها تكون؟ يعني أكيد بذات القوة ولا أجود؟ الإنارة طبعا احنا نتعامل بحاجة اسمها اللوكس، طبعا في 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 اشتراطات الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي يقول لك انا في كل متر مربع نبي حوالي 1500 لوكس شده الاناره هذه. احنا هذا كان اساسنا في التصميم للاناره وخط الاناره، احنا لازم نشوف بالمواصفات. الاناره اللي حتركب يا اخوي مؤيد باذن الله حتفوق الاناره الاولى، ممتاز، من حيث الاضاءه ومن حيث النوعيه. طيب باذن الله وفق المواصفات الدوليه باذن الله. هذا فيما يخص الاناره، فيما يخص غرف تبديل الملابس اعتقد انها هي جاهزه اليوم. جاهزه غرف الملابس كامله بدورات المياه نتاعها بالدوش نتاعها، في انتظار حاليا التجهيزات نتاعها حاليا قيد التصنيع، حتى باذن الله حتكون من ضمن الشحنات اللي حيجينا في شهر 6 اللي هي حيجوا كراسي المتفرجين كرسي العلاج الطبيعي وبعض الاكسسوارات الاخرى. طيب بالنسبه للتريبونه الثانيه، التريبونه الاولى نشوف فيها مكشوفه ويبدو انها هي مركز الخليه بالنسبه للملعب، من الطبيعي انه ما زال ما يتمش وضع الكراسي عليها. كم يقدر عدد الكراسي على نطاق الملعب في الكامل؟ الملعب بالكامل حيكون باذن الله 45 ألف متفرج. توزيع الكراسي، توزيع وفق اشتراطات الكاف اللي هي بين كرسي لازم يكون عندك 6 الى 7 سنتي. حاليا المستوى الثالث بالكامل تم تركيب عدد الكراسي بتاعه ويقدر حوالي 15 ألف كرسي. من قبل العيد باسبوع بدينا تركيب كراسي في المستوى الاول، اول ما تخش على اليمين جهه البي اي بي بدينا تركيب في 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 الكراسي. حاليا عندنا ممكن تو 300 كرسي راكب لوطه. البلاطات اللي يركب عليها الجمهور اللي يركب عليها الكراسي، وهذا اهم عنصر عندنا في الملعب، لان احنا زدناه ونفذنا بلاطات جديده، اخذنا فيهم الوقت وخذينا فيهم اختبارات. حاليا عندنا 800 بلاطة راكبة في المستوى الأول، كل بلاطة ركبوها نخضعوها لاختبار ما قبل التركيب وبعد التركيب. طيب طيب هذا أنا توعطيني الجاهز، المنصة الرئيسية بنسألك حتى لحالنا احنا الإعلاميين الصحفيين،
شنو درتوا لنا من جديد؟ من ضمن مجال العمل عندنا 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 كابينات معلقين، عندنا ستيج خاص احنا بالاعلاميين، مقسم على صحافه وتعليق واعلاميين. طيب بالنسبه للمداخل، هل راح يختلف الوضع؟ على فكره انت قلت خلينا 7 ولا 8 سنتي، هذه طبعا لصالح المشجعين لان انت تجيك مباراه قويه ال 7 سنتي فيه من تلقى مقامسيهم، لكن انا نبي نسالك على دخول الجماهير وخروجهم بنفس الوضعيه ولا لا؟ بنفس الوضعيه، ضفنا شوي 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 تحسينات من حيث الامن والسلامه بنسبة 30% إضافة على المداخل والمخارج الجديدة. يعني بالوضعية الجديدة نقدر نقسموا التذاكر، مجموعة خلف الساعة، مجموعة في وسط الملعب، ولا ما هذا من الصعب تتحكم فيه؟ ولا حتى الانسيابية في الدخول. لا لا موجود كل كرسي حيكون مرقم. الدخول طبعا يكون مؤيد. عندنا احنا زوز آليات، عندنا الآلية الإلكترونية والآلية العادية اليدوية. الإلكترونية التكت هذا حيكون فيه رقم الكرسي والمستوى الأول الثاني الثالث مثلا، الممر من أي باب تدخل له، منطقة فيه جميع المعلومات، أنت عبارة عن تقعد تمشي. طيب تمشي وتشوف اللافتات الموجودة أمامك، حيكون عندنا لافتات كاملة، لافتات استرشادية للملعب في الممرات وخارج الممرات، لين يوصل المتفرج للكرسي المحلول. كويس. شهر 8 ننتهي من وضع العرس والأساس يصبح كله جاهز، نمشوا لمرحلة التشطيب. قبل ما نمشوا لمرحلة التشطيب اليوم، أعتقد أنك تتكلم حتى بنبرة مختلفة على قبل ما يقارب على 8 أشهر. نبي الموعد النهائي اليوم، حددتوا كل شيء، ما شاء الله حتى المواد قاعدين تصنعوا فيها البرة، ومرحلة التشطيب ومرحلة نهاية الخرسانات قلتوا نهاية 8، باي أمتى راح ينتهي الملعب بشكل نهائي؟ الملعب بإذن الله أخوي مؤيد في شهر 12/2023 بإذن الله حنسلموه للجهة المستفيدة، وحنسلموا معاه كافة الكتالوجات والخرائط بإذن الله. شهر 12 بالليل بنسألك سؤال متاع مشجع بسيط، إذا كان صارت أي متغيرات على الصعيد السياسي مثلا، يعني إن شاء الله ديما البلاد تتهنى وكذا، وإحنا ممكن خشين عليه عديد المراحل، لكن هل هذا معزول على أي وضعية متعلقة بالبلاد؟ يعني المقصود الوضع المالي شني، كويس مريح وضعكم مع الديوان، متسهل الرقابة، جهاز تنمية وتطوير المراكز، كيف الوضعية يعني؟ بصراحة أقول مؤيد جميع الأطراف ملتفة حول الملعب، سواء ديوان محاسبة، إدارة عليا ومهندسين نشكرهم في هذه الحلقة الحقيقة، سواء الإدارات المختصة من حيث التدفقات المالية، وإحنا قصدي كجهاز تطوير حصلنا تطمينات زي ما قلت لك بكري، اللي آلية الصيانة اللي خدمت به. موضوع مؤيد موضوع ما هو سهل، قصدي لك حصلنا تطمينات إن 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 نوصل الملعب بإذن الله لأفضل حلة بإذن الله بعون الله. به خلي نختم معك في جزئية أخيرة، مرحلة التشطيب المقصود بها تركيب الساعات، تركيب الإنارة. نبي نسألك الآن على الموضوع المهم والمتعلق بالأرضية، المتعلق بالمدمار. الأرضية شفنا اجتماع لوكيل الوزارة الأستاذ جمال بنوارة وكذلك المجدوبي مدير المشروعات مع مندوبي مجموعة شركات، إلى أن وصل الحال تقريبا إلى مفاضلة بين شركتين. شنو درتوا في هذا الملف؟ ويارت باختصار. موضوع الأرضية مؤيد عندنا باختصار شديد، عندنا عرضين من شركات معروفة دوليا ولها اسم في الجانب هذا. باختصار أخوي مؤيد، الشركة اللي تعطينا سعر كويس وبأفضل جودة وبأكثر أوبشن وخدمات هي حيكون لها نصيب بإذن الله. شنو المقصود بأكثر أوبشن وخدمات؟ أكثر أوبشن مؤيد في شركات، طبعا العشب الهجين، هذا النوع العشب المختار في الملعب هو عشب الهجين. العشب الهجين راهو موضوعه ماهوش زي العشب الطبيعي او صناعي يفرش ويمشي، العشب الهجين هو ما بعد التنفيذ سهل، موش موضوع التنفيذ.
تقصد ان شن بيقدم لي من خدمات تدريب وكذلك صيانه وما الى ذلك. بالضبط، يوفر لي معدات خاصه، يوفر لي البذور الخاصه، يوفر لي اسمده خاصه. هل مثلا مؤيد لو نحصل شركه تعطيني رعايه وتدريب 3 سنين افضل من سنه مؤيد. والشركتين ما هو احنا باش نكونوا واقعيين، مرات انت توقع توا مع شركه يجيك يقول لك والله سيبت الشركه الفلانيه اللي هي افضل، هم تقريبا شركه ايطاليه واسبانيه صح؟ شركه ايطاليه وشركه تركيه. تركيه، شنو السي في بتاعهم؟ شنو يقدموا للمجتمع الرياضي؟ هم الزوز مؤيد مستغلات في جل الملاعب الاوروبيه، وعندهم سي في كويس، ولكن زي ما قلت لك فيه لجنه ثانيه هذه مختصه في مواضيع المفاضله وكذا، يعني مش ما نقدرش نفصل فيه الموضوع في شركه في ناس. ولكن اهم شيء لكن زي ما قال اسامه اهم حاجه ما بعد العشب، ومني يخلي العشب هذا والاهتمام به هي والعشب برايي بالصيانه. حتى على مستوى الشخصي هيك قصدي، حتى في لقاءاتي واجتماعاتي حتى في العمل اذا ديما اتكلم ما بعد التنفيذ، لان التنفيذ ما يهمنيش ما بعد التنفيذ هو في مناطق معلش. طيب نختم معك استاذ عبد الحكيم عذرا اسامه، انت قلت المده موعد ملعب طرابلس راح نستلموه بعون الله في شهر 12، المفروض احنا نجهزوا روحنا مرحلة الإياب بإذن الله حتكون في ليبيا العام الجاي والسداسي والوضع 100%. نبي نسألك الإياب لا ما هو الذهاب بيبدأ في سبتمبر ديسمبر متأكد العام الجاي. خليني نقفل معك حاليا، بعد ما عندك هذه الرسومات وبعد ما عندك الوضعية والحالة للملعب، بعد ما تسلموا المشروع قديش تتوقع يصمد ملعب طرابلس؟ 30 40 عام 100 عام ولا صعب تحديد ذلك؟ صعب تحديد ذلك، لكن حصلنا تطمينات كويسه من حيث سلامه الملعب يا المنشأ يا اخوي مؤيد، وباذن الله في الاعمال اللي تحصل عليها الملعب باذن الله حتكون كفيله انها تخليه في افضل حاله باذن الله. ما عندك شيء اضافه استاذ عبد الحكيم؟ بارك الله فيك مؤيد، نشكر الساده اللي معك وربي يعينكم ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك كابتن حكيم معتيق. تعقيب بسيط، وصلنا لمسك الختام. لا مش بسيط، وانت ديما عندنا ما نعقبه احنا. ما تعطيناش دقيقه قبل ما نخلي شويه بنوصل الفكره. عندي 30 ثانيه، كان عندك فكره مطوله ناجلوها الحلقه الجايه. لا نحكي انا على الملعب، توقعت راه داروه من الصفر جديد، راه اصبحت فيه معناها دعم حديد واصبح فيه خلط شمنت مش معقوله، معناها هذا الملعب يجلسوا عليه راه ارواح بيوصلوا لي 50,000 متفرج، وانت تعرف صارت لنا كوارث في الملعب وتساقطت المدرجات وماتت ناس، وتزيد تقول لي معناها بنرجع لي اني بدنا نقوم بصيانه، مش صيانه، هذا ملعب عمره 60 عام. هو تكلم دار لك 300 برج برج مؤيد سامحني، هذا ملعب سايم اوت يبلغوا فيه. تعقيب بسيط مؤيد، الملعب لن يصمد طويلا، هذا عمره زي ما قال لك عادل 65 عام، احنا كله ترقيع وتلفيق، معناه الملعب قاعد في خطر السقوط. شكرا جزيلا لك كابتن اسامه، شكرا جزيلا لك كابتن عادل. بذلك مشاهدينا الكرام نصل الى مسك الختام، الى اللقاء.